أول معلومة أحسن وقت تسوي فيه هاي الخطوات. طبعاً أنا حجمعهم خطوة واحدين، حط لكم إياهم بعلبة، بس صراحة أنا بسويهم، يعني أنا بالي طويل فأنا بسويهم ورا بعض، بس اللي بالها مش طويل تجيب علبة فاضية وتحطهم فيها. أوكي، أحسن وقت هاي الخطوات تسووها دايركت بعد الشاور والجسم لسه رطب ومبلول. أوكي، بدنا أول إشي كريمي، يعني حنستخدم يا بادي سبراي اللي هو الأويل سبراي، أو بادي جل، أو بادي جل. هذا عندي كمان نوع تاني من ديور، بس هذا شمري. انتم بتختاروا اللي انتم بدكم، يعني بدكم اشي بدون ريحة بتختاروا مثلا الاويل، او حتى في الجل كمان تبع جونسون بدكم مثلا هذا من فازلين اللي هو الوفيرا، او بدكم من ديور. انا بستخدم عادة هاد وهاد. تاني خطوة، مثلا لو هاي العلبة اوكي هعبي عليها، لو ما بدي اعبي على هاي العلبة، يعني مثلا بدي استخدم كمية حاجة احطه بعلبة تانية، فايش حسوي؟ نفس الكمية حتكون من الجل ونفس الكمية حتكون من المسك او العود، حسب انتو شو بتحبوا، حسب نوع المسك اللي بتحبوه. يعني انا هاد بحبه من عبد الصمد اسمه أرزة لبنان، فانتو ايش المسك اللي بتحبوه. يعني مثلا هون راح احط 10 مسك و10 اويل، وبعدين اضيف عليها كمان 10 باودر واخلطهم مع بعض. ممكن هاي تكفيني طبعا حسب استخدامكم، ممكن تكفيني استخدام مثلا مرتين، ممكن نكتر الكمية يعني نعبي علبة كاملة ونستخدمها طول الأسبوع أو طول الشهر حسب كيف بنحب، أو نسوي كل خطوة لحال. يعني إحنا ما نمكسهم في برودكت معين، لا خلاص نمشي خطوة بخطوة. فهلا حوريكم الخطوات. مثلا لو أنا خلص طالعة من الشاور وبدي أعمل الخطوات لحال، يعني ما بدي أحطهم أخلطهم مع بعض، أول إشي حاجة أحط بأماكن النبض، يعني اللي هي مثلا رقبتكم، يعني حسب عرفتوا اماكن النبض او حتى الاماكن اللي انتم بتفضلوها، بس دائما الرقبه ورا الدان هاي الاماكن. هحط اول اشي الاويل، وثاني اشي هحط فوقه اللي هي مسحه من المسك. اوكي، وبعدين ايش راح اسوي؟ راح ادهنهم منيح، وبعدين ايش راح اسوي؟ راح اخذ الباودر، اي باودر انتم بتحبوا ريحتها. انا صراحه بحب هاي بيوتيفول من استيلودر لانه ريحتها كتير كتير نظافة وكتير هيك، ما بعرف الريحة كلاسيك، يعني مستحيل حد يحكي عنها حلوة بشعة. راح احط الباودر وذاتس ات. بعدين ستيب اضافية، انا مثلا بعد الشاور بحب دائما اني اتبخر، فبتتبخروا ريحتكم حتضل طول اليوم مو طبيعية مو طبيعية. زي ما قلت لكم ايش حسوي، حسوي حخلطهم كلهم مع بعض. يعني هلا خلطت الاويل اوكي وخلطت الماسك، بس اتاكد ان هم ينخلطوا مع بعض. وعلى فكره في مكعبات مسك، يعني انتوا لو اشتريتوا مكعبات المسك لسه احسن واحسن. وبعدين حاجه اخذ الباودر، بس هلا الباودر ما احطها قدامكم لان اكيد راح العبز الدنيا، راح احطها بالغطاء واوريكم. وهيك بتسووا اقوى ميكس عرفوا التاريخ. بتقدروا تحطوه في علبة سبراي حسب انتوا شو حابين، لانه شوفوا لسه في متجمع وبينزل. تقدروا تحطوه بعلبة زي هاي، تقدروا تخلوه عندكم لو ما عندكم وقت. عرفتوا والله انا بعد الشاور سيدا بدي اجي، بس خلص بدي احط اصبعي احطها اماكن النبض وذاتس ات، وبعدين اتبخر وخلص. اي عطر انتم بتحبوه انتهى الموضوع طول اليوم، وبطريقه كتير حلوه كتير كتير حلوه. بنات بدي اضيف شغله والله العظيم، يعني مو لانه كان امبارح اعلان، بس انا انبهرت بهذا المعمول من خلطات بلندز اوف لاف اللي هو معمول عشق، جد عشق مو طبيعي مو طبيعي. طول اليوم صرت مدمنة بخور، بس كل شوي قاعدة اتبخر وجد ثابت.